التعامل مع حالات الإغماء. قد يحدث الإغماء بسبب فقدان الدم أو الألم الشديد أو الصدمة النفسية. عندما يغمى على شخص ما، يجب وضعه على ظهره ورفع قدميه بزاوية 30 درجة لتحسين تدفق الدم إلى الدماغ. تأكد من أن المصاب يتنفس بشكل طبيعي، وإذا لم تكن هناك استجابة، ابدأ بعملية الإنعاش القلبي الرئوي. فإذا استعاد المصاب وعيه، حافظ على هدوءه وراقب حالته للتأكد من عدم وجود مضاعفات خطيرة. في مناطق الحرب، يمكن أن يتعرض الأشخاص لإغماء نتيجة للإجهاد النفسي والجسدي.